بعد معاناة طويلة لأهالي صيدا مع التلوث، أعلنت البلدية بدء العمل على إزالة جبل النفايات في 8 من أيار المقبل. جبل النفايات قلنا يعني عشان نقدر نشيله بده يمر بثلاث مراحل. أول مرحلة بدنا نوقف كب الزبالة فيه. المرحلة الثانية هي إيجاد مكان للنفايات الموجودة في الجبل. المرحلة الأخيرة اللي هي إزالة الجبل، تم توقيع العقد أمس بين DNDP مع شركة السويس الفرنسية بالاشتراك مع شركة JCC اللي هي الجهاد كونستراكشن كومباني. رئيس البلدية محمد السعودي لفت إلى أن أكثر من نصف كمية النفايات الموجودة في الجبل أصبحت صالحة للردم، وهي مواد ترابية ستتم تنقيتها ورميها في البحر، أما المتبقي فنفايات ستعالج في مكانها، مشيرا إلى أن جبل النفايات سيتحول إلى حديقة من أجمل الحدائق الموجودة في لبنان. فهل سينتهي كابوس عاصمة الجنوب قريبا؟